بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والسيادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوجه أولا شكري للقائمين على هذه القمة، ويسعدني جدا أن ألتقيكم في هذه القمة المهمة لجميع شعوب الأرض، حيث الأمل يحدونا بأن تتوحد جهودنا في سبيل تحقيق أهدافنا الأساسية للارتقاء والتقدم نحو عالم تنعم فيه جميع الشعوب بالرفاهية والنماء. لقد مرت شعوبنا بالكثير من التجارب واللحظات المفصلية التي تركت أثراً واضحاً في مسيرتها، ومنها شعبنا في العراق الذي كانت له تجارب مع التحولات العصيبة التي أضاعت الكثير من فرص التنمية والتطور، ولا سيما في زمن النظام الدكتاتوري الذي أدخل العراق في حروب عبثية أثرت سلباً على فئة الشباب. ومع تحرر العراق وعودته إلى صفوف العالم بعد عزلة طويلة، وجدنا أنفسنا كحكومات أمام حقيقة لافتة ومهمة، وهي أن المجتمع العراقي من المجتمعات الشابة التي تصل نسبة الشباب فيه إلى 60%، وهي تمثل ثروة عظيمة، ما يتطلب التزامات لاستيعاب هذه الطاقات الشبابية بشكل ناجح. لهذا فإن حكومتنا ومنذ بداية عملها وضعت خططا وبرامج لاستيعاب الشباب والاستفادة من طاقتهم في بناء العراق الذي خرج قبل سنوات قليلة من أعتى حرب وجودية، وذلك بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطق واسعة من البلد. وتضمن برنامج حكومتنا الكثير من المرتكزات التي تتخذ من الشباب هدفا لها. فعلى سبيل المثال، شكلنا في السنة الماضية ولأول مرة في تاريخ العراق المجلس الأعلى للشباب الذي يطلع برسم الخطط والبرامج وتوظيف الطاقات الشبابية في بلدنا. وقد حرصت على أن يكون هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن يضم في هيكليته التنفيذية وزراء ورؤساء هيئات ومستشارين. وقد اتخذ المجلس العديد من القرارات والمبادرات المهمة التي تدفع باتجاه توفير فرص حقيقية للشباب. وفي الجانب الخاص بالنشاط العلمي للشباب، أطلقنا مبادرة ابتعاث 5000 طالب في مختلف التخصصات ومن كلا الجنسين، وإرسالهم إلى أفضل جامعات العالم ليكتسبوا العلوم الحديثة ويطلعوا على أهم التطورات في المجالات العلمية الدقيقة. وقد غادرت في الشهر الماضي الدفعة الأولى منهم التي اشتملت على 400 مبتعثة ومبتعث من مختلف مناطق العراق. فضلا عن ذلك، فإننا فعلنا الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي تستمر حتى سنة 2031 من أجل توفير البيئات التعليمية الملائمة واحتضان شبابنا، وهي استراتيجية شاملة تعمل على تحديث أركان العملية التعليمية. أما على صعيد بيئة العمل، فإن حكومتنا صاغت الكثير من الإصلاحات التي تستهدف تطوير القطاع الخاص ورفع القيود عن عمله لتوفير فرص العمل للشباب الخريجين. تقوم فكرتنا على إحياء القطاع الخاص ومنحه التسهيلات، وهو ما أثمر اليوم عن توفير الكثير من فرص العمل للشباب. وبموازاة هذا الأمر، أطلقنا مجموعة مبادرات تشغيلية للشباب مثل مبادرة ريادة والمبادرات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي كلها مبادرات تعتمد فكرة الابتكار وتوظيف الطاقات والمهارات الشبابية. الحضور الكريم، إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم فرضت علينا أنماطاً معيشية وذوقية خاصة، وتسببت لنا بتهديدات اجتماعية لعل أخطرها آفة المخدرات والمؤثرات العقلية التي فتكت بالملايين من الشباب حول العالم. لهذا ومن هذا المنطلق، ندعو إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة هذه السموم والآفات التي تفتك بالمجتمعات وبالذات الفئات الشابة منها. وفي الختام، لا بد من التذكير بمأساة الشعب الفلسطيني في غزة وما يواجهه الشباب هناك من قتل ممنهج وعدوان وإبادة جماعية تتطلب من المجتمع الدولي وقفة أخلاقية جادة ومسؤولة. أجدد شكري وتقديري للجميع، خصوصا رئيس جمهورية كوريا السيد يون سوك يول لاستضافتي هذه القمة، وأشكر لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.